كابتن ماهر، تأهل صعب. طبعا اولا هنقول مبروك للنادي الاهلي طبعا صعوده، وطبعا النهارده مباراه يا ايمن خارج نطاق الخدمه. تسرع واضح قوي من لعيبه النادي الاهلي، اصرارهم ان هم يجيبوا جول. في فرص ضايعه في الشوط الاولاني، يمكن 7 فرص. بس احنا كنا متسيدين الشوط الاولاني. بالظبط. ايه اللي حصل الشوط الثاني؟ الشوط الثاني برضك نزلنا بالضغط اللي احنا متعودين عليه في الشوط الاولاني، لحد ما قدرنا نجيب الهدف الجميل اللي احرزه طبعا كهربا في الدقيقه 76 من جمله احنا متعودين عليها، جمله تكتيكيه من ناحيه الاطراف. علي معلول وصل لحد الخط وبعدين راح منزلها لكهربا تحت، اللي هو متمركز بشكل كبير جدا. كهربا بيجيد احراز الاهداف في الاماكن دي، ايمن بيعرف يقف في الاماكن الخطره اللي هي بين السكس يارد وضربه الجزاء، وفعلا زي المباراه الاولانيه الهدف اللي هو تابع فيه رد الفعل خطا من حارس المرمى. فكهربا بخبرته بيعرف يتمركز في الاماكن اللي يقدر يجيب من خلالها اهداف. طبعا هي خدمه كهربا ان برضك غيرت اتجاهها زي الهدف اللي دخل فينا تغيير الاتجاه، لكن كان مطالب من المجهود المبذول من لعيبه النادي الاهلي ان احنا نحرز هدف بس عشان نطمن ان احنا نقدر يعني نطلع باليوم اللي انا شايفه غريب في اداء لعيبه النادي الاهلي، يوم غير عادي للمجموعه كلها. النهارده ما شفناش حد بالمستوى اللي احنا اتعودنا عليه من لعيبه النادي الاهلي، لكن بيبقى في كره القدم كده يا ايمن، في يوم بيبقى المجموعه ككل في الاداء مش على مستوى اللي احنا كنا منتظرينه. وحتى يمكن تحضرنا للمباراه واحنا في الاستوديو التحليلي اتكلمنا قلنا ان النهارده بنلعب في وسط ملعبنا وفي وسط جمهورنا، محتاجين ان احنا يعني نكسب، ونكسب مش عايزين نقول سكور يعني، نكسب حتى باهداف تكون هدف او هدفين. لكن اتفاجئنا بقى العكس بسيمبا، يعني نقل السيمبا في الشوط الثاني على ملعبهم هو ده اللي حصل النهارده في طوال المباراه. فوجئنا ان سيمبا بدا يقفل مفاتيح لعب النادي الاهلي من بدايه المباراه، بيرجع زون في 30 يارده، قرب خطوطه من بعض، لما بيستحوذ بيحاول ينقل الباصات اللي بينهم وبين بعض. الكره الثانيه الحاجه الغريبه جدا ايمن، الكره الثانيه كانت في صالحهم طوال المباراه، يمكن الشوط الاولاني والشوط الثاني، يعني الكره الثانيه من مدافعهم لما بيرجعوا بيلاقوا نص ملعب موجودين متمركزين بيسيطروا بيبداوا ينقلوا هجمه، وهم بيهاجموا كمان الكور اللي بتطلع من مدافعي النادي الاهلي بيقدروا يسيطروا عليها بشكل كبير. النادي الاهلي النهارده ما شفناش جمل تكتيكيه اللي احنا اتعودنا عليها، احنا طول عمرنا ويمكن كلنا عادل وبلال وانت وشريف متعودين ومتورثين الجمل التكتيكيه، عندنا تنظيم بيطلع من تحت لقدام لنص الملعب ثم التلت الهجومي اللي بيبان من خلاله بقى اداء ولعيبه النادي الاهلي والمهارات اللي موجود عليها، الكم الجميل اللي موجود او التشكيله اللي موجود عليها النادي الاهلي النهارده. فما تعرفش ممكن التسرع من بدايه المباراه انك انت عايز تجيب جول وتجيب جول تاني وتاكد الانتصار، لكن كانت عايزه شيء من الصبر، عايزه شيء من الهدوء، عايزه شيء من التفكير من الجانب الفني واللاعبين داخل الملعب. تحركاتهم النهارده يا ايمن ما كانتش موجوده، اذا كانت تحركاته الهجوميه او التحركات اللي في وسط الملعب اللي بنزود من خلالها. طب هي السبب ايه يا كابتن؟ يعني كانوا مشدودين زياده عن اللزوم، كانوا خايفين متخوفين الشوط الثاني، اما قلنا صعوبه الامر الشوط الثاني بعد انت ما جبتش اهداف الشوط الاولاني وانت طلعت بصفر صفر، فممكن كره عشوائيه زي ما حصل. هي كره كانت عشوائيه فعلا على فكره. الكره ما كانتش في اتجاهها للمرمى، هي خبطت في وش واحد من الديفنس في الفراوده بتوعهم قبل ما تخش جول الشناوي. احنا طمعناهم ايمن. يعني احنا هم دخلوا اجواء المباراه، بس اجواء المباراه زي الشوط الثاني. الفرق الكبير اللي حصل ما بين الشوط الاول والشوط الثاني سببه ايه؟ سببه ان احنا تراجعنا، التنظيم الدفاعي ما كانش على المستوى، تقارب الخطوط اللي احنا تعودنا عليها ما كانش موجود، بدايه الهجمه بالنسبه لنا كلها كرات طوليه، كرات طوليه دي بتبقى كانت لصالح مدافعي سيمبا ونص ملعبه اللي اديتهم الثقه. وبعدين بلغه الكوره كده انا مش باكي بقى على اي حاجه، يعني النهارده لعبوا هم كمان
يعني جيم مفتوح احنا توقعنا زي كابتن شريف ما قال يعني شريف هو اللي تنبأ. يمكن انا وعادل وبلال اتكلمنا على التنظيم الدفاعي بالنسبه لسيمبا، لكن شريف قال حاجه قبل المباراه، قال ما هو ممكن سيمبا النهارده مش باكي على حاجه. يعني انا بلعب قدام النادي الاهلي نادي القرن، لما جبت فيه هدفين هناك يعني كان حاجه كبيره، اديته ثقه، دفعه جامده مظبوط، وهي دي الثقه دي اللي نقلته بالشوط الثاني، هو اللي نقلهم للمباراه النهارده. جايين ملعب كمان الاستاد يفرح، جماهير طبعا بتشجع بتحمس، هم كمان لقوا نفسهم، انت ما جبتش فيهم جول ما نظمتش. هل كان في فروقات في موضوع اللياقه البدنيه؟ يعني هم كانوا بدنيا اعلى من النادي الاهلي الشوط الثاني، هو ده اللي رجح كفتهم؟ هم كانوا مكافحين، يعني عارف انت ايه، الكفاح بتاعهم ساعدهم على اداء يعني تقول فوق المتوسط بالنسبه لهم. اللياقه البدنيه انت عارف لعيبه افارقه كلها مشهورين بحته الجانب البدني، يعني ده عنصر مهم أساسي. جدا اساسي بالنسبه لهم. لكن النهارده في الهدف اللي جابوه حاجه غريبه جدا، يعني احنا فوجئنا بثلاث مهاجمين لابسين ازرق من سيمبا داخل 18 النادي الاهلي، ومع الاسف عدم وجود او تمركز مدافع النادي الاهلي، محمد هاني مش موجود، عبد المنعم بعيد، رامي بعيد، الثلاثه الكره عدتهم راحت للراجل الاخير لعبها بدماغه ضربت في زميله اللي جنبه، عكس الاتجاه طبعا، رد الفعل كان طبعا على الشناوي كان صعب لانها قريبه جدا عشان يسجلوا هدف، وكمان كانوا طمعانين ان انت كمان جبت جول، وبرده كان عندهم فرص كان ممكن يسجلوا هدف تاني. انا عايز اقول النهارده يا ايمن درس في كره القدم للاعيبه النادي الاهلي، درس لينا ودرس المستر كولر ودرس اللعيبه، عشان اللي جاي اصعب. فممكن النهارده يكون الوحشه كلها طلعت في المباراه دي. ايوه نتمنى، ان شاء الله نتمنى باذن الله ان احنا نستفاد طبعا بشكل كبير جدا من ال 90 دقيقه دول. اكيد مستر كولر هيكلم مع اللعيبه، هنبدا نصلح مشاكلنا اذا كانت فيها في التنظيم الدفاعي او في تقارب الخطوط الثلاثه او في بدايه الهجمه بالنسبه لنا، او الاختراقات طبعا اللي احنا متعودين عليها، او التكتيك اللي متعود عليه النادي الاهلي. فانا بقول ده مؤشر لازم نستفاد منه بشكل كبير. الحمد لله رب العالمين ان احنا يعني نتيجه ايجابيه بالنسبه لنا واحد اهلتنا، فبقول ده انذار في كره القدم، وارد عشنا احنا الاجواء دي قبل كده قبل المباراه المهمه، لكن ان شاء الله باذن الله ولادنا قادرين ان في المباراه القادمه مباراه سان داونز، هم بيحبوا بقى المباراه الكبيره دي كبيره زي سان داونز والرجاء والترجي والفرق الكبيره دي، هنشوف شكل تاني ايمن ان شاء الله باذن الله غير الشكل اللي احنا شفناه النهارده. صحيح كابتن شريف الف مبروك.